ما حكم أخذ العمرة الثانية في سفر واحد وكذلك إذا ذهب إلى الطائف ورجع؟ لا بأس، يجوز أخذ العمرة الثانية وثالثة، لكن ما يكون متقاربات، يكون بينهم فاصل زمني. وأيضا بقاؤه في مكة، صلاته في المسجد الحرام، طوافه بالبيت أفضل من أنه يخرج يجيب عمرة من التنعيم أو من غيره. لكن إذا راح للطائف أو لغيره الحاجة وأراد الرجوع إلى مكة لا بأس يأخذ عمرة في دخوله إلى مكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين وفرغ من حنين ورجع إلى مكة، أحرم من الجعرانة وأتى بعمرة. العمرة للداخل، يقولون العمرة للداخل إلى مكة، وأما أنه يخرج من مكة ويجيب عمرة هذا لا يستحبه كثير من أهل العلم.